السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، اليوم سنقوم بشرح درس كيفية تفعيل ويندوز 8.1 انتربريس أو بروفيشنال. أول خطوة هي تثبيت هذا البرنامج نت تايم، وأيضا سأقوم برفقكم تحت الفيديو رابط التفعيل. سنقوم باستخراجه. ننتظر حتى يتم الاستخراج. هذا هو التفعيل. نقوم بفتح الملف. اولا انظر، نقوم بالضغط على النظام من هنا. انظر الويندوز ليس مفعل، لم يتم تنشيط، وايضا هذا هو اسم الويندوز انتربريس، وايضا لا يوجد هنا الاي دي. للذي يوجد لديهم الاي دي نقوم بعمل هذه الخطوة. سنقوم بالضغط على تشغيل كمسؤول على اخر ايقونة التي هي هذه، ونقوم بالضغط على options، ونقوم بالضغط على هذا البوتون. انا ليس لدي مفتاح او اي دي، سانظر. هذه هي النافذة، اما الذي لديه ارقام او شيء هنا، يعني انا عندي معرف المنتج غير متوفر. اللي عنده ارقام ستنبثق له نافذة ويقوم بالضغط على يس او اوكي لحذف هذا المعرف. الان سنقوم بتفعيل الويندوز من هنا. اولا هذا الشرح هو لتفعيل انتربريس وبروفيشنال 64 و 32، 86 هي 32. انا انتربريس، نقوم بالضغط مرتين هنا. انظر الى هذا اللي هو A9600E، نقوم بالضغط عليه بزر الفأرة الايمن، ونقوم بتشغيله كمسؤول. بعد هذه الخطوة هنا بليز ريستارت بي سي، يعني اعد تشغيل الكمبيوتر. نعمل موافق ونغلق كل شيء. بعد ما نعمل هذه الخطوة لا زالت لدينا هذه الكتابة، نقوم بإعادة تشغيل من هنا. وبعد إعادة التشغيل سيتفعل ويندوز. سأرجع لكم أعزائي بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر. وبعد إعادة التشغيل سيتفعل ويندوز. الآن نقوم بالتأكد من أن ويندوز تفعل أم لا. نقوم بالضغط بزر الفأرة الأيمن على قائمة يبدأ أو على أيقونة يبدأ، ونضغط على النظام أو سيستينج. تنبثق لنا هذه النافذة ويقول لنا أن ويندوز تم تنشيطه، وهذا هو المعرف. ولكن هذه الكتابة ما زالت موجودة، ولكن الويندوز قد أصبح مفعل. أنا أفضل أن تبقوا هذه الكتابة، لأننا إذا أزلناها سيزال أيضا هذا ويندوز 8.1 انتربريس.
سيزال اسم الويندوز الذي يريدون إزالتها من نفس الملف. نقوم بالضغط على هذه الأيقونة بزر الفار الأيمن ونضغط تشغيل كمسؤول. ستنبثق لنا نافذة وسنقوم بوضع علامة صح في أعلى النافذة ستجدونها، ونضغط على الاختيار الأول وننتظر حتى يكتمل حذف هذه العلامة المائية. هذا هو درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.